بس خلص لا تاكل هم، رح اجيب لك حدا يصير يطبخ لك. انت لازم تغذي حالك وما تحرم حالك من شي. انت ارتاح بابا، انا رح اقوم اطبخ لك شي شغله. حبيبتي خلص بقى، شيلينا من الطبخ وخلينا نقعد انا وياكي. بابا كرمالي اقعد وارتاح. انت هلا عروس وجاي تشوفي اهلك، ما بيصير تشتغلي، ارتاحي. بابا انا ماني جاي ضيفه. رح اقعد بس بشرط نحكي. طيب على مهلك. ما في داعي تطبخي ألف أكلة، ساوي بس رز بكفي. ماشي. إيه كيف الأمور ببيت حماكي؟ ممتازة كتير. إن شاء الله نسيوا اللي صار من قبل وهلأ عم يعملوكي منيح. إيه أبي، ما تتوقعي منهم يصيروا مناح معك فجأة، القصة بدها وقت، لا تستعجلي عليهم، شوي شوي حبيبتي كل شي مع الوقت بيتحسن. منيش، حواليك شي وحدة شاطرة بالطبخ مشان تطبخ لأبي؟ لعيونك، اعتبريها صارت عندك، بس ليش؟ صراحة بعد ما أنا تزوجت ورحت أهلي كتير تكركبوا. شبه خالتك، فيها شي مرضانة يعني؟ لا لا مو هيك القصة، تعرف خالتي ما بتحب شغل البيت وبالأخص الطبخ، فأنا ما عندي مشكلة إذا دفعنا شوية مصاري، بس على الأقل يعني ياكلوا وجبتين باليوم يكونوا طيبين، ومو مشكلة بدفع لها اللي بدها اياه، بس المهم انها تطبخ لهم لأنه هن لازم يتغذوا منيح. جنفي هدول اللي بيجوا بيطبخوا بالبيوت بياخدوا مصاري كتير. ها بعرف بس ما في حل تاني، يعني هالشي رح يكلفني كتير بس ما عندي حل تاني، رح اشتغل ساعات زيادة مشان ادفع لها. بدك رأي يعني تناقشي مع شريب الموضوع احسن. اهلي مسؤوليتي انا، شو دخلوا شريب؟ ما عندي مشكلة احكي مع شريب القصة ابدا لأنه هو اكيد رح يساعدني، بس بتعرفني ما بحب زودها عليه، حتى بابا ما رح يرضاها على حاله انه يعيش على حساب صهره، مو ظابطة ابدا صديقي. بتعرف انا لازم بلش عيد حساباتي، يعني مثلا اذا انا اشتغلت شوي زيادة بقدر اتحمل المصاريف، وهيك ما بعذب شري ولا بفوت حالي بقصاص. شو رأيك انت؟ مو هاد احسن حل؟ انا هيك شايفة. جنفي انا بشوف انه يعني قرارك هذا كتير مناسب ومن كل النواحي كمان، أبوكي بيهمك لهيك أنت عم تتعبي وتعملي كل هالشي وهذا هو الصح. بس شو مشان بنتيا؟ أيمت بده يتحمل مسؤولية؟ بس كمان ما في يتحمل هالمسؤولية بيوم وليلة، هيك بيكون مضغوط وما رح يلحق. خليه يحس بأهمية القصة بالأول ويبلش طريقه لحاله بدون ما ينضغط. بنتيا بلش يحس بالمسؤولية، بس أنا ما بدي أضغط عليه كتير، لازم نعطيه شوية وقت والظروف بعدين أكيد رح تعلم. أنا بفهم من حكيك إنه لازم ننطر كل شي ليصير بوقته، مو هيك قصدك؟